بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب مجددا. إن شاء الله هنتكلم النهاردة في المحاضرة الثالثة والأخيرة إن شاء الله بالنسبة لنظام تشغيل ويندوز 10 بإذن الله. هنبدأ النهاردة إن شاء الله في حاجة تشوف اللي هو حاجة اسمها خيارات المجلد، وعشان نتعلم خيارات المجلد خلينا نروح دلوقتي لمجلد، وعلى سبيل المثال مجلد سكر. نفتح مجلد سكر هنلاقي فيه مجموعة من الملفات اللي موجودة. تعال نبدأ ناخد مثلا ملف اسمه ممدوح. ممدوح لو دوت أنا حبيت إن أنا أغير الخصائص بتاعته وأخليه مخفي، إزاي نخلي الخصائص بتاعة الملف دوت نتحكم فيها ونخلي الملف دوت يكون مخفي؟ فنشط أول حاجة الملف، وبعد كده ببدأ أضغط زر الفار اليمين هو التنشيط اللي أنا محدده. وبعد كده اختار من هنا حاجه اسمها خصائص من القايمه المختصره اللي بتظهر معايا. اختار خصائص، فبلاقي بعد كده اللي عندي فيه مربع بيظهر قدامي، في عندي خصائص الملف اللي اسمه ممدوح بيعرفني اللي هو دلوقتي يعتبر ملف من نوع الدفتر، وممكن بستخدمه اللي انا اقدر افتحه من خلال الوورد ويديني حجمه في نفس الوقت تاريخه. في نفس الوقت تحت بلاقي فيه السمات حاجه اسمها مخفي، اضغط على مخفي وبقول له موافق. الاحظ بعد فتره الملف اللي اسمه ممدوح اصبح مخفي بس واخد اللون الخفيف. طيب اللون الخفيف ده معناه اللي هو الملف دلوقتي لو انا عملت له عرض، ببص هنا عندي في الاطار الخاص بالمجلد العناصر المكتوبه، لو انا ضغطت عليها كده مش هلاقي الملف اللي اسمه ممدوح. طيب دي اسهل بالنسبه لي ان انا اعرض الملف المخفيه من هنا، لكن الاساس بتاعها كان حاجه اسمها خيارات المجلد. خيارات المجلد بجدها من علامه التبويب اللي اسمها عرض، ثم بذهب لقائمه اسمها خيارات وبختار تغيير خيارات المجلد والبحث. هنا بتظهر عندي برضو شاشة ثانية، الشاشة هنا مكونة من 3 علامات تبويب، عام وعرض وبحث. أنا يهمني في العام أبدأ أعرف على الخصائص اللي فيها، لأن لو فتحت أي مجلد داخل المجلد اللي أنا فيه دوت اللي هو اسمه سكر بيفتح لي مجلد ممكن في نفس النافذة أو أختار في نافذة أخرى على حسب ما أنا عايز. وفي نفس الوقت إحنا بننقل نقلتين بحيث إن إحنا نفتح أي شيء بزر الفار الأيسر، ممكن تخليه نقطة مفرد يفتح الإشارة. إذا برضو أنت بتختار الخصائص اللي أنت عايزها برضو من هنا من خيارات المجلد اللي أنت واقف عليه. أما في القائمة اللي اسمها عرض، لو فتحت عرض هنا بلاقي فيه إعدادات متقدمة كتيرة جدا. أهم حاجة عندي في الإعدادات المتقدمة دي إن أنا ببدأ أشوف أقدر أظهر الملفات المخفية، وأقدر أظهر كمان الملفات اللي هي خاصة بالنظام، وكل شيء أقدر أعمله من هنا على أساس إن أنا أقرأ اللي مكتوب إيه وأبدأ أحدد قدامه إظهار. هنا في كلمة إظهار الملفات والمجلدات ومحرقات الأقراص، وعندي عدم الإظهار هو بيتنشط عن عدم الإظهار. لو أنا ضغطت على إظهار وقلت له موافق هلاقي الملف اللي اسمه ممدوح هيظهر قدامي لكن واخد اللون الأبيض الخفيف اللي هو الشفاف. معنى كده هو الملف دوت عنده دلوقتي حاجة اسمها إخفاء، لكن في نفس الوقت أنا منشط عملية إظهار الملفات الملفية. تلاحظ إن قائمة عرض قائمة إن هي عملية إظهار عن إخفاء ظهرت معايا، اقدر برضه ان انا اخفيه واقدر ان انا ازوم، لكن لو عرفنا ازاي نظهره ونخفيه عن طريق قائمه عرض المجلد او قائمه خيارات المجلد. نروح بعد كده لامر تاني او حاجه تانيه نبدا نعرفها، اسمها عندي حاجه اسمها موجة دوس. موجة دوس اقدر اجيبها عن طريق ان انا ابدا اجيب ابدا وابدا اجيب ان هو ابدا ادور على الامر اللي اسمه موجة دوس. موجة الدوس اللي هو يعتبر موجة الاوامر، وممكن اكتب اختصاره في حاجه بعد شويه هنعرفها. نروح ندور عليه عندي في القائمه، هنبص نلاقي ان عندي حاجه اسمها النظام. افتح القائمه اللي اسمها النظام، بل عندي هنا حاجه اسمها موجه الاوامر دوس، وزي ما عرفنا ان احنا بالضغط على زر الفار اليمين نقدر نثبته بالقائمه ابدا، او ممكن نروح اكثر ونثبته في شريط. هو بالفعل هو انا مثبته عندي في شريط. طب تعال نشغله. لما باجي اشغله بيجي يشتغل معايا بعد كده الشاشه السوداء اللي هي اختصار لحاجه اسمها اللينير يوزر انترفيس، اللي هي الشاشه الخاصه بنظام التشغيل القديم اللي اسمه بوست. ده بيستخدم بكثره دلوقتي الاوامر الخطيه في برنامج لينكس، ومن المعروف ان احنا نقدر نقول بالذكر اللي لغه نظام التشغيل لينكس بيشتغل معايا بالواجهتين، الواجهه الرسوميه اللي هي جينير يوزر انترفيس، والواجهه الخطيه اللي هي لينير يوزر انترفيس، اللي هي اختصاراتها اللي اسمها جي يو اي والاي ال يو اي ال يو اس لينير يوزر انترفيس ال يو اي. طيب شاشه الاوامر دي بتعتمد للشخص اللي يكون عنده مهاره في الاوامر بتاعت الدوس، لان يعني من عن طريقها ممكن يكون يخترق الاختراقات الاجهزه
اللي احنا بنسميهم الهطل او الناس اللي هم الاغنر. على سبيل المثال في عندي امر اسمه سي ال اس. سي ال اس ده بيمسح الشاشه اللي قدامي، عنده امر اسمه سي دي باك سلاش يرجعني للرول دايركتوري اللي هو السي. لو عايز انتقل للمحرك الاقراص اللي اسمه بي بعمل ايه؟ واحط نقطتين في بعض، ايه يبدا يروح. عايز اعمل عمليه استعراض المجلدات والملفات الموجوده بقول له عمليه اسمه امر داير، تمام. عايز اخش لاي مجلد بقول امر اسمه سي دي اتصل بتشينج دايركتوري. عايز ابدا انشئ مجلد جديد بقول له ان هو ام دي، ام دي ميك دايركتوري مثلا على سبيل المثال اقول احمد، انشا المجلد اللي اسمه احمد. سي دي بعد كده اقول له سي دي، خلينا اقول له داير عشان نتاكد ان احمد اتنشا. بصيت لقيت احمد اتنشا ومكتوب قدامه كلمه داير. كلمه داير معناها ان هو اللي هو ده مجلد دايركتري، يعني مجلد فرعي. عايز اخش له بامر اسمه سي دي تشينج دايركتري. بعد كده بتكتب اسم المجلد اللي انت رايح له. بعد كده بتلاحظ ان انت دخلت هو المجلد ده، لو قلت له داير هتلاقي المجلد فارغ. عايز ترجع للخلف سي دي نقطتين يرجعك للخلف على طول هو شغال. عايز تلغي المجلد في امر اسمه ريموف دايركتري ار دي. بعد كده بتحدد اسم المجلد اللي اسمه احمد وانتر، ينتهي المجلد دوت. لو قلت له امر داير هتبص هتلاقي احمد مش موجود. في اوامر اخرى عن طريق مثال، في مثلا امر فورمات، في امر ديل، في تشيك اب، في عندك اوامر خاصه بالشبكات للشخص اللي هم الهاكرز بيبداوا يخترقوا عن طريق امر اسمها الاي بي كونفيج اول، ويبداوا يشوفوا الاي بي ادرس بتاعك، وبعد كده بيخشوا بعد كده على امر سبرينج ويتاكدوا ان في لينك بينك وبين الجهاز، ويبداوا بعد كده يتعاملوا في اوامر كتير جدا. طبعا عندك في اوامر اسمها التلنت، ودي اهم حاجه اللي انت بتعمل اتصال بين اجهزه واجهزه اخرى عن طريق الشبكه، ودي اوامر كتيره جدا لكن احنا مش هنخوض في التجربه في الموضوع ده. طيب خلصت من موجه الاوامر، بص وعرفنا ازاي بنستخدمها وبنستخدمها ليه. احنا يهمنا ان احنا نعرف التعريفات المبدئيه دي. بعد كده في امر عندي اسمه تشغيل. امر التشغيل دوت لو انا جبته هنا من قائمه بحث وكتبت حاجه اسمها التشغيل او بالانجليزي اسمه الرن، تمام، هلاقي تطبيق اسمه تشغيل. التشغيل دوت لو ضغطت عليه بيجيب لي نوع الشاشه مربع بسيط حواري، بيقول لي اكتب هنا الامر اللي انت عايزه علشان تشغل معه. عايز اشغل على سبيل المثال برنامج الوورد. الوورد بيكون ملف الاكسكيوتابل فايل بتاعه اللي هو الامر التنفيذي، بيكون ملف اسمه الوين وورد. لو انت عارف الامر بتاعك او الملف اللي بيشتغل بتكتبه وتقول له موافق، يبدا بعد كده البرنامج يشتغل مباشره. طيب احنا كنا ذكرنا ان في عندي موجه دوس. موجه دوس ده اختصارها بتكتب لو انا حبيت اجيب شاشه التشغيل مباشره من هنا، اسهل طريقه ليها عندنا الاختصار بتاعتها اللي هي ويندوز مع حرف الار. ولو عايز اشغل الاوامر اللي هي خاصه بشاشه الدوس اللي اسمها امر اسمه سي ام دي، انتر يبدا يشغل لي موجه دوس. طيب طبعا امر التشغيل ده مهم جدا للناس اللي بيكون عندها اوامر بتحب تشتغل مع الاجهزه او بتشتغل مع البرامج وعارفه الاختصارات بتاعتها بتبدا تخش مباشره. بعد كده تعال نبدا ننتقل انتقال لجزء الاعدادات او جزء لوحه التحكم. طيب لما انا عايز اخش لوحه التحكم، في امر قبل ما اخش لوحه التحكم او الاعدادات، في عندي زر فار اليمين على سطح المكتب بيجيب لي حاجه اسمها اعدادات العرض. دي هنلاقيها جوه لكن خلينا نشرحها. اعدادات العرض لما بكبر الشاشه قدامي وببدا اشوف عندي هنا في حاجه اسمها جهاز العرض اللي انت فيه الشاشه الخاصه. طبعا الرؤيه بتاعتي عندي هنا بنسبه 100%. لو انا اتحكمت هنا في تغيير الرؤيه وخليتها 125% هلاحظ ان الشاشه دلوقتي هتبدا تكبر. تعال نشوف كبرت ازاي. هتلاحظ ان الشريط المناعي بدات الايقونات فيه والرموز تكبر، الرموز اللي موجوده على سطح المكتب بدات تكبر، فبالتالي بيعمل عمليه تكبير للرؤيه بتاعتك بدل ما كانت 100% ادالك 125%. لو حبيت اقول برضو اكبر الرؤيه 150% نفس الكلام، الشاشه هتكبر اكتر. طب ايه المشكله بتاعت الشاشه تكبر او تقل او الكلام ده كله؟ بنقول بيستفادوا منها الاخوه والاخوات اللي هم نظرهم ضعيف شويه او اللي هم الرؤيه بتاعتهم مش سليمه 100%، يبداوا يكبروا التكبير بحيث ان هم يبدا يشوف المناسب لعينه والمناسب للعمل معاه، وبالتالي يقدر اللي هو يظبط الرؤيه زي ما هو عايز. لو حبيت ارجع تاني برجع طبعا شايلها على شريط المقام، عامل لها عمليه تصغير، برجع عمليه تغيير الخط، اقدر ان انا ابدا ارجعه زي ما كنت 100% على حسب برضو استخدامك انت. واحد يقول طب انا اكبر عشان اشوف، اقول لك ما انت عندك شاشه كبيره، انت جبت شاشه 17 بوصه 20 بوصه 21 بوصه، هتفرق معاك الشاشه غير ما انت تكبر. ممكن يكون ال 100% بالنسبه لك انت رؤيه واضحه،
يبقى على حسب تكبير الشاشه تفرق معاك. بعد كده دقه العرض اللي احنا بنقول عليها زي ما ذكرنا قبل كده في المقدمه، عندي دقه العرض بتاعت الشاشه بتتقاس خاص بحاجه اسمها البكسل، والبكسل ده زي ما قلنا لو تخيلنا ان في عندي اعمده وصفوف نقطه تقاطع مع العمود مع السطح اسمه نقطه، النقطه دي تطلق عليها كلمه بكسل. وعشان خاطر البكسل دوت يبدا يظهر قدامك في الصوره، نظام التشغيل بيحتفظ بكل بكسل، بيحتفظ بالادرس بتاعه والعنوان بتاعه في السطح والعمود، وفي نفس الوقت بيحتفظ باللون الخاص بيه. فعن تجميع النقاط دي كلها بيبدا يدي لك صوره واضحه للشاشه. فكل ما بنزود دقه العرض فكل ما الصوره هتكون افضل احسن. فدقه العرض هنا عباره عن 1600 نقطه في 900 نقطه، ده السطح والعمود. ممكن تضغط هنا ويحصل عمليه التغيير لعدد النقاط في الارتفاع او عدد النقاط في العرض، وبالتالي الدقه ممكن تكون افضل معاك او تكون اقل معاك، لكن هو قال لي مستحسن وانا واخد الكلام ده كله افضل لي. طيب في اتجاه جهاز العرض ان هو ضغطت عليه الاقي ان هو في افقي، في عمودي، وفي افقي منعكس وعمودي منعكس. ده طبعا احنا مش هنعمل حاجه لان احنا بنقعد نشتغل على الشاشه والشاشه بتكون قدامنا، لكن بنستفاد بيها ايه؟ لو انا عندي الشاشه ديت وعملتها عمليه عايز اعرضها مثلا احطها عندي في البيت او احطها عندي في شركه او احطها عندي مثلا فوق الراس بحيث ان هي تكون على انقدار اعلى، بس انا حطيتها مقلوب الكهرباء مثلا ممكن تكون جايه لها من فوق، يبقى اصبح دلوقتي ان انا اقدر اتحكم في الشاشه بحيث ان انا اخليها بدل لما تعرض وابدا انا الف راسي دلوقتي واكون تعبان، لا اللي انا هخلي الشاشه تكون معايا هي اللي مقلوبه بحيث ان انا راسي تكون مظبوطه في اتجاه الرؤيه السليمه. ارجو ان تكونوا انتوا فهمتوا الموضوع دوت، ومحدش يلعب الصعب اللعب هنا اهوت، اللي انت ممكن تلاقي نفسك تايه في عمليه الكوره معاك هتمشي يمين ولا شمال. نفس الشاشه اللي احنا فيها دلوقتي لو هنلاحظ بس ان انا اوريها لك، ان انت دخلت من حاجه اسمها الاعدادات، زر ابدا، بص الاقي في العمود الاولاني في الاعدادات، ادخل على الاعدادات يدخلني للشاشه اللي هي خاصه بلوحه التحكم والاعدادات الخاصه بالجهاز. لو انا دخلت ان هو عند حاجه اسمها نظام، ابص النظام هنا دخلني لجهاز العرض، انا اقدر اجيبها من لوحه من سطح المكتب زر فاره يمين، وابدا اقدر اجيبها برده من ناحيه. نلاحظ هنا بعد ما خلصنا جهاز العرض عندي ان هو في جزء يمين في عندي الصوت، نفس الكلام اقدر اتحكم في الصوت، اضغط على زر الصوت، بعد كده ببدا اشوف عندي ان هو في جزء اخراج اللي هي السماعات، لو عندي اكثر من شيء ببدا اضغط ان هو طلب اختار المخرج اللي إن انا عايز اكون يشتغل عليه الصوت، واقدر اعلي الصوت واقدر اوطي الصوت زي ما انا عايز. وفي نفس الوقت عندي جهاز الميكروفون، اقدر لو عندي اكثر من جهاز ميكروفون بختاره من هنا، وببدا اشوف برضو اختياري اللي هو ببص الاقي الصوت بيزيد وبيقل على حسب ما ببدا اعمل عمليه نبره الصوت. طب ده كده هو الصوت. في نفس الوقت عندي نوت في جزء خاص في حاجه اسمها الطاقه وحاله السخون، عندي نوت الشاشه وعندي وضع السخون. الشاشه طبعا اللي بنقول لو احنا سيبنا الجهاز فتره محدده محدش بيستخدم لوحه المفاتيح او الفار او حتى التاتش سكرين، اللي في اوتوماتيك من برمجه اللي في حاجه اسمها الباور سيفنج او حفظ الطاقه. حفظ الطاقه ممكن بعد فتره محدده انت ممكن تحددها من الخيار اللي قدام ده، ممكن تاخد دقيقتين ثلاثه خمسه 10، طبعا بيفضل ان بتكون فتره كبيره شويه علشان خاطر باور سيفنج يبدا يعمل عمليه تقليل للطاقه ويحفظ الطاقه، وبيقفل الشاشه زي بالظبط التلفزيون ما بيكون شغال عن طريق ريموت كنترول، ويبدا يديك اللي هو يكون على وضع الستاند باي جاهز ان انت تقدر تشغله عن طريق اي ضغط فاره او اي ضغط لمسه بلوحه المفاتيح او اكتر. اما وضع السكون هنا بيختلف كلمه وضع السكون عشان تكون مفتوح. وضع السكون بيكون اللي بيكون عندك اي برامج مفتوحه على سطح المكتب تبدا لما انت تيجي تسيب الجهاز ويبدا عمليه الباور سيفنج يشتغل، نفس الكلام بيكون بتظبط افضل حاجه بتظبط وضع السكون مع وضع الشاشه، عشان اول لما انت بتترك الجهاز فتره محدده لو في برامج مفتوحه البرامج دي كلها بتخزن البرامج اللي موجوده في سطح المكتب في جزء من الرامات اللي هي الراندم اكسس ميموري، وبالتالي الطاقة بتكون وصلها جزء منها بحيث انها محفوظة، لان زي ما احنا عرفنا الرام تفقد محتواتها عند انقطاع التيار الكهربائي. فبالتالي وضع السكون بيستفاد منه كتير جدا في الناس اللي بتشتغل مع اللابتوب. اللابتوب في نفس الوقت هو بيبدا يعمل عملية وضع السكون مع نفسه اول ما تقفل الشاشة، وفي نفس الوقت ممكن تبدا تعمل عملية باور سيفنج لو انت فقدت الجهاز فترة. طبعا لو انت لغيت موضوع وضع السكون ممكن يشتغل، وزي طبعا ما احنا عندنا جدير بالزيت عندنا مهندس محمد عادل حبيبنا بيبدا يشتغل في وضع السكون، بيسيب الجهاز يشتغل ويعمل رن الفيديو تمام في وضع السكون عشان خاطر يبدا يخلي الجهاز يعمل شغل وبيستفاد هو بالوقت ده.
فانت طبعا لازم تكون انت ملم بالامور دي، مش اي حد يعمل وضع السكون، فانت دايما حاول تحدد وضع السكون على 30 دقيقه، بحيث ان انت لو اللابتوب يبدا يحفظ لك الطاقه بيكون افضل، لكن لو حتى جهاز الكمبيوتر المكتبي المتوصل بالتيار الكهربائي اصبح وضع السكون كده او كده انت موصله بالكهرباء، اصبح الشاشه بتاعتك او جهاز الكمبيوتر بتاعك اصبح عامل زي التلفزيون متوصل، وعن طريق الريموت كنترول بتاعك هيبدا يشتغل، انت عن طريق ضغطه الزر هنا هتبدا تشغل. فعندي حاجه تانية هنا هو اسمها سطح المكتب البعيد. سطح المكتب البعيد انا اقدر اشغل سطح المكتب البعيد لو عايز اتحكم، ودي بيكون فيها جزء الناس اللي شغاله عن طريق التكنولوجيا الاي تي، تمام، التكنيكال اللي هو الفني اللي موجود في اي مقر شركه او مؤسسه او ايا كان المكان ايه، يقدر اللي هو يبدا يشتغل ان هو ويبدا يخش عن طريق سطح المكتب البعيد، يبدا يخش ويبدا يتحكم في سطح المكتب البعيد بحيث ان هو يصلح جهاز عن طريق البعد، وهنعرف الكلام ده كله لما نيجي نشغله معانا برضه في المحاضره. في عندي حاجه اسمها هنا هو مساحه التخزين. مساحه التخزين دي بتبين لي كل المحتويات عندي في الجهاز، الكرسي المحلي واخد قد ايه، في عندي ممكن تكون ملفات مؤقته بتاخد عندي مساحتها قد ايه، لو انا عايز ازيد المساحات المؤقته دي بضرب على خط وميزات، لا بضرب على حاجه اسمها الملفات المؤقته، اضرب عليها هو واخد 1 جيجا، بيبدا يعمل عمليه الفحص ليها دلوقتي، وبعد ما يبدا يعمل عمليه الفحص ليها تقدر ان انت تحذفها، بحيث ان انت تبدا تخلي الجهاز اي ملفات انت سايبها على جنب الملفات دي محتاجها هو بيبدا يحفظها وبيبدا يقول لك عليها، وبعد ما بيخلص عمليه الفحص بيبدا يجي يقول لك ان هو احذف الملفات ولا لا، هو ظهر قدام اللي هو يقول لك ان هو ازيل الملفات، بقول له زيل الملفات عشان خاطر نبدا نخلص من الموضوع دوت، وبتبدا تحدد على الاجزاء اللي انت ما انتش عايزها، وتخلي كل الاجزاء اللي هي متحدده سالت في حاجه تمسك ملفات مسك تقارير الاخطاء ممكن تمسحها، ذاكره التخزين المؤقت ممكن برضه تمسحها مفيش مشاكل خالص، ملفات تنظيف الابديت، الابديت ده تخليه ما تشيلوش، تمام، وتقول له هنا ازاله الملفات، يبدا يزيل الملفات ويبدا يعمل لك عمليه تحسين لخصوص الصلب بتاعك. طيب رجعت بعد كده هنا للخلف، راح بعد كده لا بص برضه عندي هنا في مزيد، في عندي حاجه اسمها هنا هو تحسين محركات الاقراص اللي هي تعتبر حاجه اسمها البيجمنت، اللي هو بيبدا يعمل عمليه ترتيب للقطع اللي هي من الملفات المقطوعه، بحيث ان هي بتكون الملفات تكون كامله بعض، فبالتالي لما يجي يبدا يقرا الفرش الصار ويجي يبدا يقرا فيقرا بسرعه سريعه جدا، فبالتالي بياخد جزء من النانو سكند او جزء من الوقت، فيبدا الوقت ده كله لو انت جمعته التاخير ممكن يكون التاخير يبدا يجي لك دقيقه او نص دقيقه، طبعا في عالم التكنولوجيا النص دقيقه التاخير دي تكون كتير جدا، ويطلق عليها حاجه اسمها الديلي. فبالتالي لما بتعمل عمليه تحسين محركات الاقراص تضغط عليه يبدا بعد كده يشوف لك محركات الاقراص اللي عندك، ممكن تبدا تيجي تقول له تحسين او تقول له تقليل، بحيث هو لو لقى عنده كورس دوت كورس ما هوش متظبط يبدا يحلله يقول لك لا محتاج تحسين، تقول له تحسين، اللي هو بيبدا ازاي بالظبط نعمل عمليه اعاده ترتيب وهيكله للناس اللي موجوده بحيث يخليهم كلهم جنب بعض، ده اسمه اللي هو الديفريجمنت او تحسين محركات الاقراص. فعندي نفس الكلام ان هو حاجه اسمها ان هو سيت. بعد كده عندي برضو في الشاشه اللي هي الخاصه بالنظام عندي في عرض خيارات النسخ الاحتياطي، لو ضغطت عليها بيبدا يديني ان هو لو انت عايز تنسخ ملفات محدده عايز تاخد منها نسخه تحطها على قرص صلب او تحطها على فلاش ميموري او تحطها على الدي في دي، تبدا تقول له اضافه محرك الاقراص ان هو، وتبدا ان هو تحط الاجزاء اللي انت عايزها، طبعا انا ما عنديش محرك اقراص للاسف، طيب ان هو وابدا اشوف ان هو الناس الاحتياطي اللي انت كانك بالظبط تشيل نسخه مرتبه على الشاشه. طيب هنا بقى اهم حاجه ان هو اللي انت لو عايز تعمل بس احتياطي واستعاده لويندوز بالكامل وملفات الخاصه تضغط عليه ويبدا تجي لك ان هو شاشه جديده، الشاشه هنا هو بتيجي تقول له انا عايز اعمل عمليه انشاء صوره للقرص الصلب عندي، بحيث لو حصلت اي مشكله عندك تبدا تعمل عمليه استعاده للصوره دي. طيب في نفس الوقت بتبدا تشوف لو عندك في مشكله في عمليه الاقلاع على الجهاز عشان خاطر يشتغل لابد يكون نزل عليه ملفات اسمها البوتابل فايل، اللي هي الملفات اللي بتبدا تعمل عمليه اقلاع جهاز الكمبيوتر من الفلاش ميموري او من القرص الصلب او حتى من دي في دي، تمام، يبقى اصبح انت ممكن تعمل قرص اللي هو يبدا يخلي تحط القرص الاول فيه او الفلاش تحط الاول في اليو اس بي الخاص بيه، ويبدا بعد كده الجهاز يتعرف على اللي هو يشتغل معاه برنامج اسمه البايس او البي اي او اس، لو تبدا بعد كده يعرف اللي هو يبدا يقرا
بلاش، بعد كده بيبدا يعمل عمليه الاقلاع، جهاز يبدا يشتغل، وبعد كده تبدا تقول له خش على صوره النظام التاليه، ويبدا يعمل عمليه الاستعاده. يبقى اذا موضوع النسخ والاحتياطي والاستعاده بيخش له برضه على الطريق جزء. لو انا عايز اتعامل مع الفاره ببدا ان انا اقفل الشاشه اللي قدامي، وابدا اعمل عمليه ارجع تاني للاعدادات الرئيسيه بتاعتي، ارجع خالص للفاره الرئيسيه بتاعتي للاعدادات، ومن الاعدادات بعد كده بخش على حاجه اسمها الاجهزه. عندي الاجهزه هنا اهوت بتبدا تعرفني مجموعه من الاجهزه المتوصله عندي الحاسب. طبعا عندي اهوت من الاجهزه المشهوره بالنسبه لي الماوس. الماوس اقدر ان انا اخلي، انا بتعامل دايما مع زر الفار الايسر، ممكن ان انا لو انا بستخدم ايدي اليسار او ايدي اليمين اقدر ان انا اخلي الزر اللي انا بستخدمه سواء اليمين او اليسار، انا اقدر احدده في الجزء ده. نفس الكلام المؤشر بتاعي سريع او بطيء، اقدر ان انا اخلي المؤشر بتاعي يشتغل معايا ببطيء. طبعا انا دلوقتي قللت السرعه فماشي بحس كاني ماشي زي مشيه السحابه. اذا بحاول اخلي دايما السرعه بتاعتي تكون متوسطه. طبعا بيكون معظم الحوارات دلوقتي فيها بليه دواره او نقول عجله دواره. العجله دي مجرد ما انت بتعملها ممكن يبدا ياخد معاك يا اما سطور متعدده او ياخد شاشه كل مره، ونلاحظها في الانترنت او في عندك ملفات زي الوورد او الباور. فانت بتحاول ان انت تعمل الاعدادات بتاعتك اللي انت عايزها خاصه. في نفس الوقت في عندي هنا حاجه اسمها الطابعات. لو انت عايز تضيف طابعه او اي حاجه بتبدا تضيفها عن طريق هنا اهوت، وبتبدا تكون متوصله معاك هنا اهوت، وبتبدا في نفس الوقت لابد ان انت تكون عارف ازاي تضيف طابعه واضافه الطابعه، سواء الطابعه هنا هو سلكيه او لاسلكيه. على سبيل المثال هو اضافه الطابعه، يبدا يعمل عمليه البحث عن الطابعه، ويبدا بعد كده اذا لقى الطابعه عندك خلاص اوتوماتيك بتقول له طالي، اذا ما لقاش الطابعه قدامك بتقول له الطابعه لا تريدها غير مفرده، يبدا يدي لك عدد من الاسئله سواء اللي انت طبعتك متوصله يقول لك مشاور عليها، سواء مش متوصله يبدا تكون متوصله عن طريق الوايرلس او تكون متوصله عن طريق النتورك، يبدا يدي لك بعض الاسئله هنا هو بعض الاختيارات تبدا تجاوب عليها بحيث ان هو يبدا يشوف الطابعه الخاصه بيك فين، ويبدا بعد كده عن طريقها يكون يتم التفصيل. طبعا في نفس الوقت ممكن يكون عندك في بلوتوث. معظم الاجهزه دلوقتي بتشتغل عن طريق بلوتوث، ممكن يكون عندك لوحه مفاتيح شغاله عن طريق بلوتوث، ممكن يكون عندك ماوس شغال عن طريق بلوتوث، ممكن تكون عندك طبعا شغال عن طريق بلوتوث. كل الحاجات دي كلها بتكون متعرفه عندك من اهوت، ويبدا يقرا الكلام الخاص بيه. بعد كده بنعمل عملية الرجوع للإعداد الخلف. فبص بعد كده عليها، كان عندي أهم حاجة عندي تانية اسمها اللغة والوقت. لو ضغطت على اللغة والوقت ببدأ إن هو تجي لي الشاشة تقول لي إن هو أنت عندك الوقت دلوقتي متزامن مع الوقت بتاع الوقت الدولي اللي هو جرينتش، تمام، اللي هو عندك المنطقة الزمنية الكويت والرياض. وفي نفس الوقت لو أنا عايز أظبط التاريخ والوقت من هو ببدأ إن أنا أروح عندي في الجزء اليمين التاريخ والوقت والتنسيق الإقليمي، ببدا اضغط عليه بيبدا يدخلني البلد اللي انت فيها لو عايز تغيرها، تمام. ونفس الكلام بيبدا يقول لي التنسيق شغال مع الدوله اللي انت فيها اللي هي المملكه العربيه السعوديه. لو عايز تغير التنسيق بتضغط على تغيير تنسيقات البيانات، وتبدا تشوف انت عندك تقويم هجري او ام القرى او ميلادي زي ما انت عايز، والاسبوع بتاعك يبدا من الاحد او الاثنين زي ما انت عايز او الجمعه، وعندك تاريخ قصير عندك 8 سنه احنا هنخليه اللي هو السنه 4 ديجيت، والتاريخ الطويل عندك 8 رجب 1438، ووقت القصير والوقت الطويل. ده بيديك شكل بحيث ان انت تعرف الاشكال اللي بتشتغل معاك ازاي. ده بالنسبه للوقت واللغه. لو عايز اظبط النواد ببدا اخش على تاريخ ووقت اعداد تقويمه اضافيه، اضرب عليه، بعد كده يبدا يجي لي حاجه اسمها شاشه جديده فيها الساعه ومنطقه، اختار التاريخ والوقت. تاريخ والوقت بيبدا يدخل لي مربع حواري جديد، ببدا اخش من التاريخ والوقت انا اقول تغيير الوقت والتاريخ، واقدر ان اعدل الوقت والتاريخ الخاص بيا، والوقت ببدا اظبط هنا عند الساعه زياده او نقصان، واستدعي برضه زياده او نقصان. ولو حابب ان انا اغير اعدادات التقويم ببدا اعمل عمليه تغيير اعدادات التقويم، بدل ما اخليه يكون موجود في الهجري انا اخليه بالميلادي. ابدا اشوف ان اهوت اعدادات ان اهوت اضافيه، يبدا ان هو يعمل لي ان هو الارقام والعمله والوقت والتاريخ. ابدا اخش هنا بلاقي هنا نوع التقويم التاريخ تقويم ام القرى، ببدا اقول له اديني ان هو التقويم الميلادي لغه عربيه، يبدا يديني ان هو اللغه العربيه اللي هو لو قلت له تطبيق ابدا اشوف الخميس شباط 11 2021 2021. لا انا مش عايز التاريخ، وكان عايز التاريخ اللي احنا بنقول عليه دايما
نتكلم اللي هو يناير وفبراير ومارس، ادور عليه لحد ما يظبط عليه واقول له تطبيق، بحيث لو ما يخرجش معايا خرج معايا انا بس كتب لي لغه انجليزيه، طب اختار هنا لو لغه تسميه انجليزيه وابدا اقول له مثلا تطبيق، بصيت لقيت هو اللي انا عايزه هنا مكتوب تقويم ميلادي تسميه، يبقى هو انا عايز شكل التاريخ دوت، وعايز اول ايام من يوم الاسبوع بيبدا عندي احد مفيش مشاكل، وابدا اقول له ان هو واحد كده انا عدلت التاريخ وخليته يظهر بالتاريخ اقول له دايما واحد. ثم بعد كده اهو خلاص انا عدلت التاريخ والوقت، طبعا انا لخبطت في الوقت، خلينا نظبط الوقت. الساعه دلوقتي عندي 10 و10 و10 صباحا، وبقول له ان هو موافق عشان يبدا ياخد التغييرات اللي انا عملتها ديت. في نفس الوقت انا عايز اغير المنطقه الزمنيه برضه نفس الكلام، لو انت عايز تغير البلد اللي انت فيها ممكن تغير ان هو اختيار المنطقه الزمنيه اللي انت عايزها. في نفس الوقت عندي هنا اضافه ساعات الى مناطق زمنيه مختلفه، لو انت عايز تضيف اكثر من دوله بالنسبه ممكن تضيف اكثر من دوله من الشكل. احنا اتكلمنا على تغيير تنسيقات التاريخ او الوقت، اتكلمنا عليه هي دخلت مباشره، لكن احنا كنا دخلناها لكن تقدر ان انت تخش في اكتر من طرق ممكن تدخلها. الحين دلوقتي نعتبر خدنا معظم الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها في الاعدادات، تمام. في عندي نفس الكلام في جزء الاعدادات، في عندي حاجه اسمها اللي هي تعتبر التطبيقات. التطبيقات من الامور المهمه جدا، انت لو عندك برنامج ده عايز تضيفه او عايز تلغي البرنامج. على سبيل المثال عندي برنامج معطوب او مش شغال وعايز اشيله، فبعمل ايه عليه؟ باجي اقف عند البرنامج اضغط عليه بيظهر قدامي عمليه حاجه اسمها انهاء التثبيت. يبقى اذا لو الملف ده فيه مشكله او البرنامج ده عمل لي مشكله ببدا عمليه انهاء التثبيت من هنا عشان يشيله من الدور اللي احنا بنقول عليها حاجه اسمها ان انستول. طيب بعد كده اهوت ببدا اشوف اهم حاجه عندي حاجه اسمها هنا اهوت ازاي اعمل الاتصال بسطح المكتب. تعالى نبدا نشوف هنا اهوت لما اجي على الطريق ابدا وابدا اشوف هنا حاجه اسمها هنا اهوت البرامج الملحقة، لا تقريبا هي تعتبر حاجة اسمها ان هو لو برامج ملحقة اشوفها الاقي ان هو سطح المكتب البعيد موجود، الاتصال بسطح المكتب البعيد موجود، اضغط عليه هيجيب لي ان هو شاشة الاتصال لابد تكون عارف الجهاز اسمه او عارف الاي بي الخاص بالجهاز. لكن قبل ما تنشط كلمة الاتصال سطح المكتب البعيد لابد ان انت تعمل عملية تنشيط الجهاز بتاعك من قاطع الجهاز، الايقون الجهاز الكمبيوتر زر فار يمين وتطلب منه خصائص، ولما تيجي شاشه الخصائص بتاعتك تبدا ان انت تعدل ايه حاجه اسمها الاعدادات عن بعد، وتبدا تديله سماح اللي هو يبدا يعمل عمليه الاتصال بالاجهزه البعيده، وبعد كده تقول له موافق. بعد كده هو بيجي لك عمليه ان انت بتعمل امر الاتصال بسطح المكتب البعيد وتدخل الاي بي ادرس وتقول له اتصال، ولما بيعمل اتصال بيبدا اللي هو يخش يعمل اتصال بالجهاز، ولما بيعمل عمليه اتصال بالجهاز الشخص اللي انت بتعمل له المساعده او الجهاز اللي انت هتعمل فيه الشغل هيبدا يجي قدامك على سطح المكتب الخاص بيك وتبدا انت بتتحكم بيه، يبدا يبدا يكون لي جلسه عمل. لو مش فاكر انا او مش كاتب انا كلمه اسم المستخدم بتاع الجهاز بطلب مني المستخدم وكلمه المرور وادخل كلمه المرور. لو عايز كل شويه انا لو انا اشتغل على طول بدون ما يقعد يقول لي كلمتين او يفتكر بياناتي على طول اتذكر بياناتي بقول له موافق عندي، يبدا يعمل عمليه تكوين الجلسه ويتم عمليه تامين الجلسه بينه وبين بعض، ويبدا الجهاز اللي هناك اللي انا بتحكم فيه بيبدا يقفل عمليه اللوك في الشاشه عنده، بيبدا التحكم عندي بيكون على الجهاز اللي انا فيه دلوقتي ده جهاز الشخص اللي انا رايح اشتغل من خلاله. نلاحظ الجهاز الشخص اللي انا رايح اشتغل من خلاله بتبص تلاقي عنده ان هو يعتبر مكتوب عنده ان هو الاي بي الخاص بالجهاز، واقدر اتحكم في الجهاز لو عندي مجلد اقدر ان انا احذفه واقدر ان انا ابدا اعمل عمليه اعاده، لكن التحكم في الجهاز مش هيكون بالشكل ده، التحكم هيكون عنده في مشكله في البرنامج، ممكن يكون في مشكله عنده فيروس، ممكن يكون مشكله يكون عنده في اي حاجه اي قطعه هاردوير، بيبدا ان انا اخش نقاط وابدا اتحكم في الجهاز بالكامل، افتح عن طريق اضافه جهاز الكمبيوتر وابدا اشوف مكونات الاجهزه اللي عنده وابدا اشوف ايه المشكله وابدا احلها، فبالتالي انا بكون ان هو دخلت على جهازه وعندي التحكم الكامل. لكن هنا هو مش شايفني انا بعمل ايه، لان الشاشه بتاعته بتكون مقفوله وعامله شاشه التقفيل، فبالتالي لما بخلص الجلسه بتاعتي بخلص الشغل بتاعي بعمل عمليه ان هو اروح ان هو اعمل عمليه اغلاق اللي انا اقفل عمليه الشاشه كالتالي، اروح اعمل كده وبعد كده بعمل عمليه ان هو اغلاق بقفل
الجلسه اللي بيني وبينه، وبرضه هو ما بيعرفش ان انا قفلت الجلسه عشان خاطر يبدا يخش في الجلسه بتاعته، يبدا يفتح جهاز تاني ويبدا يخش بكلمه السر. طب لو هو دخل بكلمه السر وانا فاتح جلسه بيقفل عليا. تعالوا نشوف الكلام ده كله. انا اقدر عمليه كنترول ويندوز ار وابدا اجيب ان هو شاشه التشغيل واكتب اختصار التشغيل عن بعد ام اس تي اس سي، وبعد كده ابدا اعمل انتر يبدا يشتغل معايا الموضوع، واقول له عمليه الاتصال يبدا يفتح معايا تاني الجلسه. بعد ما يفتح معايا الجلسه هنا هو تعالى، لو الشخص اللي هناك بيفتح الجهاز ايه اللي هنشوفه دلوقتي؟ انا دلوقتي هروح على الشخص اللي انا بستخدمه واخليه يفتح الجهاز الخاص بيه. هيفتح الجهاز الخاص بيه دلوقتي، وجرب بيفتح الجلسه بالانجليزي زي ما انت شفت، تم قطع اتصالك بسبب اجراء اتصال اخر. كده يبقى معنى كده اي تكنيكال، اي تكنيكال موجود في الشركه او مؤسسه بيستخدم الريموت اكسس كنترول اللي هو الديسك توب، بيبدا يستخدمه بحيث اللي هو يبدا يظبط الاجهزه بدل ما يطلع الادوار وينزل ويروح. ممكن يكون هو عارف كل جهاز بتاع اي شخص بيستخدمه، عارف الاي بي بتاعته، ومدي الصلاحيه لنفسه اللي هو ممكن يقدر يخش عن طريق المكتب بتاعه يبدا يخش يصلح الاجهزه معاه. طيب في حاجه ثانيه اسمها دعوه شخص للمساعده عن بعد. دي بستفاد منها في حاله، في حالات معينه. لو انا عندي شخص معين وعندي في اي مكان موجود في العالم كله، اقدر انا ابعت له دعوه يبدا يخش عن طريق الدعوه دي على جهازه ويستخدم. طب ازاي انا اعمل الدعوه؟ بروح انا عندي في البحث وبكتب حاجه اسمها دعوه شخص، تيجي عن طريق مساعده اسمها دعوه شخص ما للاتصال بالكمبيوتر هذاك. ابدا اختار الامر دوت، يبدا يفتح لي هنا شاشه، الشاشه هنا بقول له هنا اديني دعوه شخص اثق فيه هيساعدني. ابدا اضرب عليه، يبدا بعد كده يقول لي انت هتعمل دعوه دلوقتي ولا هتبعت له عن طريق بريد الكتروني. تمام. طبعا انا اسهل حاجه ان انا اعمل دعوه عشان امن نفسي، او اذا كان شخص انا عارفه وموجود عندي على البريد الالكتروني ببعت له الدعوه على البريد الالكتروني. فايه اللي بيهمني في الدعوه او البريد الالكتروني؟ الامر اللي هيجي اللي احنا هنشوفه دلوقتي. مجرد ما انا بقول له حفظ هذه الدعوه كملف، يبدا يعمل لي الدعوه ويبدا اخلي الدعوه تنزل عندي كملف اسمه دعوه، هنزله على سطح المكتب الخاص بيا واقول له ان هو اوكي. بس بمشي بس يروح يقرا سطح المكتب. راح على سطح المكتب واقول له الحين دلوقتي اقول له امر حفظ، وبعد كده خلاص انا عملت امر حفظ، فاصبح عندي نواه الدعوه، ملف الدعوه نزل على سطح المكتب قدامي اهو. يهمني في ملف الدعوه دوت ان انا ارسم ملف الدعوه دوت للشخص اللي هو هيبدا يصلح او يخش عندي. يبقى انا هنا اهوت ببدا ارسل الملف دوت ايا كان بقى، بترسله عن طريق الايميل، بترسله عن طريق فلاش ميمورو لو انت بتدوله وبتروح بيه، تمام، او بترسله عن طريق الواتساب اللي انت براحتك. المهم الملف دوت بيكون هو الملف دوت يروح للشخص اللي هيبدا اللي انت تدعوه. طب لما بتيجي انت بتدعو الشخص دوت بيكون عنده ملف، هو بيعمل ايه؟ بيفتح الملف دوت وبيشغله. لاحظ ان الشاشه ديت فيها الباسورد الخاص بالدعوه، يبقى هو بيكون عنده ملف، بيشغل الملف هيبدا ان هو يبدا يديله اوامر ان هو موجوده، وبالتالي ان هو الامر اللي بيكون موجود بيطلب منه ان هو يدخل الباسورد عشان يبدا يعمل عمليه فتح الجلسه بينك وبينه، ويبدا اللي هو يبدا يخش ممكن عن الطريقه اللي انت تديله اجراء التحكم. طبعا دي احنا بعتنا دعوه عشان شخص يبدا يجي يصلح عندي او يشوف عندي مشكلتي. طب تعال ناخد عمليات عكسيه، العمليه العكسيه اللي احنا اللي هنرسل لشخص ونبدا نصلحها. طيب تعال نشوف هنا، نكتب دعوه ونبدا نشوف، بدل لما احنا كنا هندعو شخص، لا احنا هنقدم المساعده لشخص. هضرب عليه نفس الكلام، هستخدم ملف دعوه، هيبدا برضه يديني ملف دعوه اقول له احفظه فين. طبعا ملف الدعوه دوت المفروض يكون الشخص اللي انا هبدا اساعده هو اللي بعت لي ملف الدعوه. طيب يبقى اذا ملف الدعوه لازم يكون عندي عشان اقدر افتح ملف الدعوه. تعالى طب تعمل عمليه عكسيه تاني ونشوف، نقول له هنا الدعوه اللي احنا كنا عملناها في الاول، ونبدا نقول له دعوه شخص، ونحفظ هذه الدعوه على سطح المكتب ونقول له اوكي حفظتها. وانا افترض ان انا بعد ما حفظت الدعوه ديت خلاص انا هروح للشخص الثاني كان انا اعمل عمليه الدعوه دي، اقول له هنا دعوه. هنشوف احنا بنحاول نتعلم في الموضوع ده تمشي معانا ازاي. طبعا طالما انا فاتح دعوه مش هقدر اعمل، بالتالي لازم مستر محمد يحدد لنا الحته كلها ونستكمل عليها. وبكده يا شباب ان شاء الله المولى عز وجل، وبكده ان شاء الله باذن الواحد الاحد نكون
هنا مع بعض نظام التشغيل ويندوز بتاع شرح، باذن الله ان شاء الله اكون قد ربنا وفقني باذن الله ان انا اقدر اعطيكم المعلومات الكافيه لتبدا تاهلكم ان شاء الله للدخول الاختبارات الدوليه، سواء اختبارات اي 3 او اختبار الام او اس او اختبارات ايا كان الاختبارات في خاصه بماده الويندوز. وسامحونا اذا كنا اخطانا في اي نقطه، فالحمد لله على كل حال وجزاكم الله خير. السلام عليكم.